Assalamu alaikum. Now we are going to discuss drug pharmacokinetics in renal impairment. بداية هنا في سؤال مهم جدا. Can renal impairment affect the analgesics pharmacokinetics? الإجابة yes. وجدوا إن renal insufficiency can affect the pharmacokinetics اللي هي الabsorption والdistribution والmetabolism والexecretion of drugs. Including الانالجيزكس. ووجدوا ان الديجري اوف ذيس ايفكت بيعتمد على تو فاكتورز مهمين. اولهم اللي هو الفارماكوكينيتيك بروبرتيز اوف ذا دراج اللي هو هنا الانالجيزك. تاني حاجه الديجري او الاكستنت اوف رينال امبيرمنت اللي هو بيبقى استيميتد عن طريق الجلوميرال فلتريشن ريت اللي هنشوفه كمان شويه. فور اكزامبل في بعض الانالجيزكس زي الجابابنتين والبريجابالين بيبقوا primarily excreted by the kidney، هم mainly eliminated بالكدني فقط، ولذلك أي mild أو moderate renal insufficiency can affect the pharmacokinetic وبتسبب problem مع the dose of these drugs، ولذلك conventional doses and schedules cannot be used، ولكن عشان نستخدم الجابابنتين أو البريجابالين أو أي دواء بيعتمد mainly أو primarily على الكدني لازم في الحالة دي نعمل dose adjustment. Dose adjustment according to what? According للكيدني function نفسها يعني glomerular filtration rate. National Kidney Foundation قسمت الكيدني disease أو renal dysfunction إلى 5 stages according لقيمة glomerular filtration rate. فمن 125 إلى 90 مللتر بير مينيت ده يعتبر نورمال جلوميرال فلتريشن ريت يعني نورمال كيدني فانكشن. بدايه الرينال ديسفانكشن تبدا لو الجلوميرال فلتريشن ريت كان اقل من 90 يعني من 89 الى 60 يعتبر مايلد رينال ديسفانكشن ومن 59 ل 30 يعتبر مودريت رينال ديسفانكشن اما من 29 ل 15 يعتبر سيفير رينال ديسفانكشن ولو الجلوميرال فلتريشن ريت قلت عن 15 ملي لتر بير مينيت ده معناه رينال فيلير او كيدني فيلير. نيجي بقى لهاو رينال ديسفانكشن كان افكت الفارماكوكينيتيك فيزز اوف ذا دراجز. اول فيز وهو الابزوربشن. وجدوا ان الاورال بايو افيلابيلتي از فاريبل ان يوريميك بيشنتس. فموستلي اليوريميا بتقلل الاورال بايو افيلابيلتي. عن طريق انها تقلل الجي اي تي ابزوربشن اوف دراجز. طب ايه علاقه اليوريميا بالجي اي تي ابزوربشن؟ ازاي تقللها؟ اول سبب وهو اهم سبب ان في اليوريميك بيشنتس بتبقى نسبه اليوريا عاليه في الدم فبيبقى الاكسكريشن بتاعها في السلايفا عالي فالسليفري يوريا بعد ما بتنزل في الاستومك السلايفا بتشتغل عليها الجاستريك يورياز يحول اليوريا الى امونيا. والأمونيا is a basic وبالتالي بتزود الـ pH بتاعت الاستومك يعني بتقلل الـ acidity of the stomach وده كان بيلعب رول في الـ absorption of some drugs عشان كده الـ absorption بتاعها هيبدأ يقل. تاني سبب هو الـ delayed gastric emptying اللي بيحصل وخصوصا في الـ diabetic gastroparesis وطبعا الـ diabetic diabetes يعتبر الـ most common cause of renal dysfunction. ثالث سبب هو الجي اي تي ايديما اللي ممكن تحصل في اليوريميك بيشنتس وخصوصا لو كان في ليفر سيروزز او كونجستيف هارت فيلير وكل ده طبعا بيؤدي الى انكريز التايم تو ريتش بلازما كونسنتريشن او ماكسيمم بلازما كونسنتريشن اللي احنا بنقول عليه التي ماكس. كل دي اسباب تخلي الاورال بايو افيلابيلتي اوف ذا دراجز تقل لكن ممكن برضو اليوريميا تزود الاورال بايو افيلابيلتي اوف سام دراجز. الادويه اللي ليها فيرست باس ميتابوليزم عالي من ضمن الانرجيزكس اللي ليها فيرست باس ميتابوليزم عالي هو المورفين. الاورال مورفين لو اتاخد احنا عارفين ان البايو افيلابيلتي بتاعته اورالي حوالي 30 او 40% بس يعني اكتر من 60% بيبقى ميتابولايزد قبل ما يوصل السيستميك سيركيليشن عن طريق الفيرست باس ميتابوليزم. وبالتالي لما في حالات اليوريميا لما السيب انزيمز او السيب اكتيفيتي في الليفر تبدا تقل ده هيأفكت الفيرست باس ميتابوليزم اوف ذيس دراجز زي المورفين
وبالتالي هيزيد الاورال باي افيلابيلتي بتاعته فيبقى عرضه للتوكسيستي، عشان كده بيحتاج ان انا اقلل جرعه الاورال مورفين. تاني فارماكوكينيتيك فيز ذات كان بي افكتد باي رينال ديسفانكشن هو الديستريبيوشن اوف ذا دراج. وجدوا ان اليوريميك بيشنتس وخصوصا في الاند ستيج رينال ديزيز بيبقى فيه هايبو البومينيميا، يعني نسبه الالبومين بتقل في الدم، وده لكذا سبب. اولا الالبومينيوريا يعني لوس اوف البومين في اليورين، وكمان الهيباتيك سنسز اوف البومين بيقل، والديجريديشن اوف البومين بيزيد نتيجه السيستميك انفلاماتوري ستيت. الهايبو البومينيميا بتاثر على البلازما بروتين بايندينج اوف دراجز، ففي حالة الهاي بلازما بروتين بايندينج دراجز بيبدأ الفري بارت بتاعهم يزيد، وبالتالي الاكتف بارت اللي بيبايند الريسبتورز بيزيد، فبيزيد الإفكت اوف هاي بلازما بروتين بايندينج دراجز زي نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز انالجيزكس وزي الوارفرين، فبيزود الريسك اوف توكسيسيتي. وعلى العكس الهيدروفيليك دراجز بيقل الإفكت بتاعهم، ده نتيجة ان الإديمة والأسايتس اللي بتبقى موجودة في الرينال ديسفانكشن نتيجة طبعا برضو الهايبو ألبومينيميا of other factors بتزود الفلويد ريتينشن وبتزود البادي فلويد، فبيحصل زي دايليوشن للدراجز وخصوصا الهيدروفيليك، فبيقل البلازما ليفل بتاعهم فبيقل الإفكت بتاعهم. In addition وجدوا ان الرينال دياليسيس كمان بتألتر ال VD او ال volume of distribution of drugs. ثالث pharmacokinetic phase that can be affected by renal dysfunction هو الميتابوليزم of drugs. وجدوا ان في اليوريميك patients اليوريميك toxins زي اليوريا والفينولز وغيره كل ده بيؤدي الى direct inhibition لانزيم اللي هو الاكسيديز انزيم السيتوكروم B450، وخصوصا CYP3A4 اللي هو يعتبر من اهم الانزيمز اللي involved في الميتابوليزم of most of drugs، بالإضافة إلى الـ UGT والـ NAT والـ Drug Transporters اللي في الليفر والـ Intestine. كل ده بيؤدي إلى Reduction في الـ Metabolism of Drugs وخصوصاً الـ Analgesics، فبيؤدي إلى زيادة الليفل و Increase Risk of Toxicity، ولذلك يجب الـ Reduction of the Dose. رابع وآخر pharmacokinetic phase that can be affected by renal dysfunction هو الـ elimination. طبعاً الـ renal elimination بيقل نتيجة إن الـ number of functioning nephrons بتقل، تاني حاجة إن الـ renal blood flow بيقل و glomerular filtration rate بيقل و tubular secretion كمان بتقل، كل ده بيؤدي إلى reduction في drug elimination وزيادة في الـ T-half يؤدي إلى accumulation of drugs و risk of toxicity عالي، خصوصا لو كان الدواء ده hydrophilic drugs أو analgesics زي المورفين والهيدرومورفين، لأن في نسبة كبيرة منهم بتبقى excreted by the kidney، وكمان الدراجز اللي هي primarily eliminated by the kidney زي بريجابالين والجابابنتين زي ما قلنا قبل كده. كده نكون ناقشنا أهم النقط اللي بتوضح ازاي الرينال امبيرمنت بيقدر يأثر على الفارماكوكينيتكس اوف دراجز من ضمنها الانالجيزكس. Good luck and thank you.